الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن رواتب الموظفين العاملين في الشركات العامة والمصانع المتوقفة تشكل عبئا على موازنة الدولة، مضيفا أن التعيينات التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة كانت سببا في زيادة الموازنة التشغيلية بحدود 8 تريليونات دينار شهريا. وشدد العطواني على أهمية تنشيط القطاع الخاص وتفعيل الاقتصاد التشاركي من أجل تقليل الحركة تجاه القطاع الحكومي في ظل ضعف مشاركة القطاع الخاص في دعم سوق العمل. وأفاد بأن ضعف أداء القطاع الخاص في عملية التوظيف والإنتاج دفع المواطن للبحث عن فرص العمل الوظيفي في القطاعات الحكومية التي تضمن له الحصول على حقوقه التقاعدية وضمان استلام الرواتب. كشفت مجلة سي اي وورد الأمريكية أن العراق صنف في المرتبة 32 عالميا والتاسعة عربيا بمعدلات البطالة لعام 2024 وفقا لجدول ضم 212 دولة حول العالم. وبين التقرير للمجلة الأمريكية بأن معدل البطالة في العراق بلغ 14%، ما جعله يحتل المرتبة 32 عالميا والمرتبة 9 على مستوى الدول العربية. وبينت أن السودان تصدرت القائمة عالميا وعربيا بأعلى معدل للبطالة، تلت جيبوتي في المركز الثاني ثم فلسطين ثالثا. طالبت لجنة الاستثمار النيابية بأن تكون أصول الدولة بعيدة عن كل البعد عن الاستثمار فيما لفتت إلى أن الرقابة الحكومية غائبة في هذا الملف. وقالت عضوة اللجنة سوزان منصور إن هناك أشخاصا معنيون يتحكمون بالاستثمار في العراق، مضيفة أن أصول البلد تعرضت للبيع في الآونة الأخيرة من قبل زعماء الإطار التنسيقي. وبينت منصور أن هناك العديد من الاستثناءات منحت خلال الأيام الماضية بصورة مبالغ بها وازدادت خلال الفترة الأخيرة بشكل واسع، موضحة أن هذا الملف سيحل قريبا تحت قبة البرلمان. قالت لجنة الاقتصاد النيابية إن هيكلة وزارة الصناعة للمصانع القديمة ضرورية، حيث إن أحدث معمل يرجع تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن المعامل والمصانع في الوزارة لا تستطيع أن تنافس المنتجات المستوردة من حيث كمية وجودة الإنتاج. وأوضح عضو اللجنة موفق حسين أن النهوض بالواقع الصناعي يحتاج لقرارات جريئة لمعالجة المشكلات في وزارة الصناعة من حيث الهيكلة وتحديد المعامل والمصانع وإحداث شراكة فاعلة من بينها مشاركة القطاعين العام والخاص. أظهرت إحصائية اقتصادية تداول سوق العراق للأوراق المالية أكثر من 8 مليارات سهم خلال رابع أسبوع من شهر أيلول الحالي. وبحسب الإحصائية فإن عدد الأسهم المتداولة تجاوز 8 مليارات و834 مليون سهم بقيمة بلغت 12 مليار و535 مليون دينار عراقي خلال تنظيمه 5 جلسات خلال الأسبوع الحالي. كما أكدت الإحصائية تنفيذ نحو 4222 عقد بيع وشراء خلال الأسبوع الحالي على أسهم الشركات المدرجة في السوق. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز للقاء.